يعتبر نتيجة ممتازة للأهلي، والترجي لما يفتح اللعب يتلقى اهداف كثيره. الجزائري المحب للاهلي، اه ده جزائري. طيب ده جميل، بس كنت كتبت اسمك. يا شلبيكو كابتن مدحت انت بيدلعوك بحاجات كتير قوي بصراحه. انا عايز اكتبهم عشان ما اسيبهمش. ليه ما تتعاونش انت والاهلي وتفتحوا اكاديميه شلبيهو؟ طيب يا سيدي مساء الخير عليكم، حبه حبه تاتا تاتا، هنغلب الترجي بالثلاثه، ده سعد الاتروش بمشيئه الله. مساء النور يا شلبوكه، بالمسا عليك وعلى ضيفك المحترم. الله يخليك. ده ابو تركي ياسر، ابو تركي سالم عيد ابو رحمه، مملكه عرب النعام. بشبوشي، اذا اطعمت كلبا جائعا في يوم من الايام فثق تماما انه لن يعضك ابدا، وهذا الفرق بين الانسان والحيوان. يا جمالك، ده محمود المصري من اسكندريه. جميله يا محمود، جميله. كابتن مدحت، تصور الاسد المتوحش اتسم بالوفاء والانسان العاقل يغدر، اخشى ان نذهب للغابه بحثا عن الوفاء. شوف الجمال، محمد شحات سمرة النوف، اشكرك يا محمد في منتهى الجمال. الكلام اللي انا بقراه بشبوشي بيقولوا انك اللي خليت فهيم يلغي هدفين فرانسيس عشان انت ما بتحبهوش. يمكن على فكره انا برضه عايز اعلق على الحته دي بتاع فرانسيس دي. يعني طبعا الفتره اللي فاتت جمهور النادي الاهلي واخد موقف من 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 فرانسيس، لان الحقيقه واخد اكتر من فرصه بامانه ربنا، وما ظهرش على الشكل اللي ده. بس الماتش اللي فات كنت تحس ان الولد عايز يعمل حاجه او نفسه، بس سبحان الله هي كمان الكوره مش متوقعه. يمكن الجونين اللي جابهم اللي كانوا ممكن ينعكسوا عليه اتلغوا، وانا شايف ان الجونين كانوا اجوان ما فيهاش كلام. لا الكوره دي فاول ولا الكوره دي اوفسايد. وعجبتني الحقيقه الكابتن رضا البلتاجي لما قال حللها، لا حللها بشكل قال لو عكسنا القضيه تتحسب ضربه جزاء. مظبوط. يعني لا خلاص يبقى دي متاحه، ده متاحه بالظبط كده، ما عندوش حظ فرانسيس. هيمشي في يناير ولا لسه في كلام؟ ما نقدرش نقول ده دلوقتي، انما يعني دراسه في لجنه الكوره بتدرس الامور ماشيه ازاي الفتره الجايه. بالظبط. اخد كمان رسالتين. استاذ عمري، هل انت راضي عن مستوى المطاعم جوه النادي ومستوى المبنى الاجتماعي؟ المبنى الاجتماعي معمول له خطه كبيره جدا، المفروض بعد الانتهاء. احنا دلوقتي بنعمل مبنى اداري كبير قوي الحقيقه على مستوى عالي جدا. بمجرد ما هينتهي دوت هتنقل كل الادارات بالكامل للمبنى الاداري، وبالتبعيه المبنى الاجتماعي هيتغير شكله بالكامل. معمول له خطه على اعلى مستوى، حاجه مشرفه جدا في الفتره الجايه، وتم الرسم وتم اعداد ده بشكل عام، وموجود الدراسه دي موجوده في النادي الاهلي. وبمجرد انتهاء من المبنى الاداري سيتم العمل على طول في المبنى الاجتماعي. جميل. كمان رسالة، بحبك يا شلبي، انت شعرك حلو، عايز اعرف السر. ده عياد عمار ابو عمرو العريش. والله يا عياد بحط راسي تحت. هو عمل المقارنة عشان انا حالي عشان عمره. لا انت شعرك جميل وطويل. انا بحط راسي تحت حنفية وانا شايفه بالفوطة وبسرح خلاص على كده. اتفضل يا عم بيه. في عندنا النهارده في الجمهوريه، وعدد طبعا اسبوعي، في اتفاق بين الوكالات على تقسيم غنيمه الجبلايه، وخطاب الكاف يدين الاتحاد، والمعارضه تنتظر العرض الجديد. طبعا يمكن هو الموضوع طبعا ظهر على الساحه الفتره اللي فاتت، ويعني كان مجال اهتمام بشكل كبير. ويمكن انا ليا الحقيقه في وجهه نظر في جزئيه المزايده بحد، يمكن حصل حوار انا وانت يا كابتن مدحت قبل الحلقه. مظبوط. وانا شايف ان المزايده في حد ذاتها شيء مهم جدا طبعا، وشيء محترم جدا. مزبوط. وشيء بيدعو للشفافيه، بس عليا برضو ابقى انا عارف انا رايح فين. ايوه. يعني يمكن احنا عندنا في الاهلي حتى ما بنيجي نطرح اي مزايدات بنقول تعمل لي ايه؟ احنا السنه اللي فاتت المزايده دي جابت لنا مثلا 6، انا حابب المره دي انها تجيب 10 او 12. وبحط الرقم وببتدي اتحرك رايح له واضغط عشان اوصل له. بمجرد ما وصلت له بتحرك بعديها في سنتين اللي بعديها ان انا ازوده. فالمزايده في حد ذاته شيء محترم جدا، ولكن ابقى شايف انا عايز اروح فين. هو ده. هو ده السؤال المهم جدا. انا رايح فين. اوكي. المصري اليوم النهارده عندنا في المصري اليوم الحقيقه يمكن في حاجه، وهي مش جديده برضو، على يعني على الرغم ان هو مارادونا يجمع تبرعات للاطفال للمصابين بالسرطان في روسيا. وده برضو مش جديد، احنا عندنا برضو لعيبه مشرفه الحقيقه برضو بتعمل بنفس بتقوم بنفس الدور الحقيقه. وهو شيء يعني مشرف طبعا وعمل خير، بس الجمال بيعملها للسرطان في روسيا. مش في بلده. مش في بلده. مش في الارجنتين. مش في بلده. تفرق كتير قوي طبعا. دي للانسانيه، هيومانيتي. ما هو ده برضو خد بالك، ما هو ده برضو
برضه يا كابتن فتحي مارادونا يعني اسم كبير وعلم وعنده من الشعبيه على مستوى العالم الجارف. فهو راجل ذكي جدا كمان، هو يمكن الفتره اللي فاتت تاثر بخروج منتخب الارجنتين. صحيح. فهو راجل ذكي جدا وعايز يظهر برضه في دايره الضوء وبيتعامل مع الموضوع بنجوميه وبشكل شيك، وده شيء برضه من الذكاء. انما خلينا نقول عندنا برضه واحد زي ابو تريكه بيتعامل مع مستشفى السرطان، عندنا واحد زي حازم امام، عندنا واحد زي نجوم كتيره قوي، حسن عدد كبير والجمعه، ناس كتير الحقيقه بامانه ربنا وبتساهم وبتساعد. وهو ده الدور اللي المفروض البني ادم بيقوم بيه الخيري، ان انا اتحرك تجاه بلدي وتجاه ان انا اخدم. صحيح صحيح. عمرو بيه شرفتنا ونورتنا، سعداء باللقاء والله. انا اللي سعيد جدا ان انا تملي بطلع معاك، وببقى سعيد بحلقتي معاك بجد والله، لان بتديني نوع من لغه الحوار مع جمهورنا ومع الناس اللي بترسلنا على الاس ام اس. واتمنى ان انا اكون يا رب تملي ضيف يعني ضيف عزيز علينا مريح للناس. لا يعني عزيز علينا، واتمنى لك بشكل شخصي يا رب كل توفيق في انتخابات مجلس الشعب. ميرسي على ذوقك، ونتمنى بقى ان شاء الله يوم الاحد النجاح للاهلي ان شاء الله، وجمهور النادي الاهلي يجي وثقوا ان لعيبه النادي الاهلي على قدر كبير جدا من المسؤوليه ان شاء الله. اشكرك يا عمرو، شكرا جزيلا. شكرا.